للعدالة وجوه كثيرة، والمشهور كذلك بجابر مأمون نصار، هو مسلسل درامي اجتماعي مصري. وتدور أحداث المسلسل حول جابر مأمون نصار، وهو رجل أعمال مشهور، وله صيته وسمعته الطيبة بين الناس، ويعيش مع زوجته وابنته حياة هادئة. وقد حاول جابر إخفاء حقيقته طوال حياته كونه طفل غير شرعي، إلا أن جريمة قتل تحدث، ويتم التحقيق معه فيها، تكشف كل الماضي المستور. والمسلسل من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج محمد فاضل. وإليكم أبطال المسلسل بعد 22 عاما من عرضه.